سمني عيشة شقة سوح دابا عندي غير رجلين هما اللي دايرين مراد ليا قالك عندك البرودة وشي قالك عندك الدورة الدموية كان مشي بيهم بالحكاكس الحكاكس كان مشي بيهم باش نمشي هكاك لا حان وقع ليا المرض في رجلي ما نقدش نمشي هكاك بلا حكاكس دايرة الحكاكس ودايرة الكروسه كان حبوب رجيلاتي ولا ما كان شيء كان دير الحكيك ذات كان مشي بيهم هكا وهكا وصافي ونقعد الارض الى عييت كنقعد حيت دوزت عندهم شحال هذه قالوا لي عندك الدوره الدمويه ما كدور الشيء قالوا لي كان دير لي كوش حيت مرضت بهذا المرض اللي وليت كان لي كوش ما كان نمشي للكابينه حاشاك وليت كان لي كوش وجابوا لي كاع حاشاك الكابينه اه كان قعد فيها بنيت حاد دوزت وداك دو قالوا لي, لي لا لا عندك الدقه عندك في الظهر عندك المرض في الظهر شي قال لك عندك برودة شي قال لك عندك الدورة الدموية شي قال لك عندك الدقة في الظهر كل شي ماتوا لي الله يرحمهم ولات الوليدات الله يرحمهم وداهم لي الله ومات لي الراجل حتى هو مشى عند الله أنا اللي بقيت والله وخويا اللي اللي كبير ومزوج ووالد مات الله يرحمه إيوا بنيتي واش غنديرو مكتوب الله نتعذبو تيقولو ربي بركة اش غنقولو كنتمنى تشيفا عند الله أما يشافيني الله ولا شوف ربي يديني ولا شوف غيري، تي غيعاونو بليكوس وشي دواء ولا اللي كتب الله، هذاك الشي اللي بغيت منهم، ويعودو يتهلاو فيا غير بالدويان وبليكوس، ولا عندهم تا شي بركة يعاونوني بيها، هذاك الشي يا بنيتي اللي كنصبها. هادي أختي ختي مريضة شحال هادي ماشي عدبة راه شحال هادي كنت ديت عند واحد الطبيب. قال, لها قال لي قال لي هذا السيده راه ديت الطبيب ديال الراس ما, ما كتمشى راه شحال من عام بزاف شي 20 عام قال لي غدير واحد العمليه ديال الظهر الا ما دارتهاش غتولي دير كاكاو حاشا كدير كل شيء تحت ما تحش به وفعلا هي ما بغاتش دير العمليه قالت لك خافت ملي بقات بقات حتى ولات حاشا كدير دابا كل شيء تحت منها ما كتحش بها قال لي الطبيب قال لي راه ما تحش بها تتهود لي, لي داك الشيء ودابا اش لك اختي مرت ولدي هي اللي معاوناني في الله يرضي عليها صراحه انا مريضه ما كنقدرش عندي عندي لاكتوز عندي مريضه كل مريضه هذاك الشيء اللي كاينه غسيل هي دابا كطالب عندنا دابا كناخذ ليها ليكوش دابا بالليل ونهار ربعات ليكوشات اللي كندير ليها وعاد هذاك المع... الشيء ديال هذاك الشيء ديال الغسيل ديالها وذاك الشيء ديال وخاصها بزاف بزاف الحوايج خاصه انا راجلي شاد لاطريت ما لاقد الحال وهي عايشه معانا الحمد لله حنا واكلين شاربين ما خصنا حتى خير أي احنا بغينا يتعاونوا معها بليكوش بليكوش شي حاجه خاصه ليها وصافي ما هي. احنا عايشين اللهم لك الحمد هذاك الشيء اللي كاين اختي اختي كنطلب منهم الله يعطيهم صحيحتهم والله كنتمنى لهم الله يعطيهم رزق ويعطيهم الخير والله يرحم لهم الوالدين